قبل ما اتكلم عن محافظة البحيرة حابب افكر السادة المسؤولين في البلد ان عندنا محافظة اسمها البحيرة عدد سكانها اكتر من 6 مليون مواطن، واحدة من المحافظات المهمة في البلد اللي بتتحكم او تعتبر سلة غذاء الوطن، ما زالت حتى الان بعد مرور حوالي سنة بلا محافظ. دي معلومة على الهامش حبيت اقولها للسادة المسؤولين في بلدنا، يمكن يكونوا ناسيين ان يوم ما خدوا الوزير او المحافظ هشام امنه خلوه وزير تنميه محليه، والمحافظه الوحيده في الجمهوريه اللي بلا محافظ هي محافظه البحيره. نخش في الموضوع بقى. النهارده ست نائب المحافظ اللي هي بتدور المحافظه كده بقى لها 8 9 داخلين على 10 شهور النهارده بتقول لنا انها عامله تمويل لمشروعات الشباب بالبحيره حتى 2 مليون جنيه. دي الدكتوره نهال بلبع. طبعا حضراتكم عرفتوها يعني محدش بيتكلم عنها قدي لحد ما نشوف حل للمحافظة دي، لحد ما نشوف راجل او ست بالمناسبة عشان محدش يقول لي هي عشان ست انت عملت تتري عليها. ابدا والله انا راسي من فوق وبحترمها وكل حاجة، لكن مش في مكانها. انت كنت شغالة سكرتيرة المحافظ مش المحافظ، فاصبح المكان شاغر وانت بتدور المحافظة باقل من اقل الامكانيات، فالفشل ظاهر في كل حته. ده كلام اهالي البحيره، كلام المتابع لشان محافظه البحيره. طب هتعملي ايه يا سياده الدكتوره؟ قالت هندي قروض للشباب من 25,000 لحد 2 مليون جنيه بنسبه فايده 7% للمشاريع التجاريه او 5% للمشروعات الصناعيه و7% للتجارية و12.5% للمشاريع اللي ليها علاقة بالثروة الحيوانية. لو انت خلي بالك محافظة البحيرة 80% منها ارياف، لو اي حد من عيال المحافظة او ابناء المحافظة عامل عايز يعمل مشروع اول حاجة تيجي في دماغه يعمل مشروع ثروة حيوانية. تقوم الحكومة ايه يقول لك يا سيدي اللي هيعمل مصنع، ما هو محدش بيعمل مصنع، المحافظة أصلا مش صناعية، فتقلل الفايدة 5% للي هيعمل مصنع لأن محدش هيعمل مصانع، و12.5% فايدة لو يعني الحكومة هتقسم معاك المكسب النص بالنص لو هتعمل مشروع تسمين، لأن احنا عندنا مصيبة سودة النهاردة في رؤوس الماشية أو في الدواجن. وقال الحكومة اللي هي الحداية يعني بترمي بيض ولو راح شاب من شباب البحيره، ده حسب كلام الست الدكتوره، وقال لهم انا عايز اعمل مشروع تسمين هيدوا له 2 مليون جنيه. حد في حضراتكم يعرف شاب حديث التخرج او معاه ماجستير او معاه كليه زراعه، كليه هندسه، كليه صيدله، راح خبط كده على باب الحكومه قال لهم انا عايز اعمل مشروع، قامت الحكومه اديت له 2 مليون جنيه؟ ما حصلش. كل ده كلام على الورق، تروح تقول لهم عايز فلوس يقول لك جيب لي ضامن، والضامن يجيب اللي يضمنه، واللي هيضمنه يجيب اللي يضمن اللي يضمنه، وجيب لي ختم 7 موظفين مرتبهم لا يقل عن مرتب وكيل وزاره، وجيب لي انت كشاب ما يضمن فلوسي. يا بيه انا بقول لك انا بطولي، انا جاي لك بالقميص اللي اتخرجت بيه من الجامعه، لا ابدا ما ينفعش، جيب لي املاك عندك تضمن ال 2 مليون جنيه. انا لو عندي املاك تضمن ال 2 مليون جنيه مش هاجي ابص في وشك واقول لك اديني، لكن اهي انجازات يعني بما ان احنا بنتكلم عن الانجازات. وقال لك عملنا ماذا فعلت الدوله لدعم قدرات الشباب في البحيره؟ عملت 27 مشروع استثماري داخل مراكز الشباب لاول مره بقيمه 58 مليون جنيه، وقامت بتاهيل 168 مركز شباب لاول مره، ودربت 178 او 148 الف شاب وفتاه لسوق العمل. انا اتحدى الكلام ده، انا مسؤول عنه، اتحدى الست سكرتيرة المحافظ دكتورة نهال بلبع، اتحدى وزير الشباب يسمي لي ال 168 مركز شباب في محافظة البحيرة على الهواء. قل لي محافظة البحيرة بالمراكز بتاعتها فين ال 168 مركز شباب اللي بتكلمني عنه؟ كمان قالت ان نسبة البطالة انخفضت من 11.7 ل 86. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه.
بالظبط وروجها يعني، وكل ده بيساعد على يعني زي ما حضرتكم تفضلتم تخفيض نسبة البطالة. ويمكن احنا اول ما وصلت محافظة البحيرة في اغسطس 2018 كانت نسبة البطالة 11.7% طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وبعدين احنا دلوقتي بفضل الله الحمد لله وصلنا ان احنا 6.8% البطالة، ودي نسبة الحمد لله قلينا يعني اكثر من 3%. واعتقد كمان ان احنا حضرتك عارفة مؤشر البطالة بيتقاس بكذا طريقة، لو قسنا بطرق أخرى هنلاقي إن المؤشر ده أقل بكتير، لأن عندنا ناس كتير بتعمل في مجال الزراعي اللي هو بيبقى موسمي وبيبقى فيه فرص برضو عمل يومية ليهم، خط ورواجها يعني، وكل ده بص انا عايز عشان ما حدش يضحك علينا، ست الدكتوره بتقول ارجع لي تاني على الخبر اللي قبله يا ضياء لو سمحت، بتقول ان نسبه البطاله انخفضت في محافظه البحيره من 11.7 ل 6.8. لو انت يعني ايه ضربت مفك كده في المحافظه فجبت البطاله للنص، اولا ده بيخالف كلام او الاحصائيات الرسميه للمركزي للاحصاء اللي قال ان نسبه البطاله في الجمهوريه بتتعدى 37%، وقال ان نسبه البطاله في محافظه البحيره 17%. سعادتك جبت الرقم ده منين؟ اقول لحضرتك انا الدكتوره بتجيب الرقم ده منين. الدكتوره بتجيب او بتعتبر ان اي حد البطاقه بتاعته مكتوب فيها فلاح او مزارع ده معناه ان هو مش عاطل عن العمل، وان ده مش يعني ده موظف، رغم ان 80% من ابناء البحيره الغير متعلمين مكتوب في البطاقه بتاعتهم اما مزارع او فلاح. ايضا الحكومه بتعتبر اي حد ساكن في قريه او كل ابناء الريف دول شغالين باللوجيك كده او مش عارف عادي يعني بالطبيعي شغالين في الفلاح، رغم انك ممكن تخش في العزبه او في القريه تلاقي 60-70% من ابنائها ما عندهمش ارض او مش شغالين او عاطلين عن العمل، فيطلع عندنا هذا الرقم تقول لك نسب البطاله انخفضت من 11.7 ل 6.8 في محافظه البحيره. احنا لو عندنا بطاله في محافظه البحيره 6.8 فقط ده كانت البحيره كلها النهارده موظفين، معنى كده ان انا عندي اكتر من 93% من اهالي البحيره عندهم عمل شغالين، وده بينافي الواقع، بينافي احصائيات الحكومه الرسميه، بينافي كلام البنك المركزي والبنك الدولي والامم المتحده والناس اللي شايفه الشباب قاعد على الكباري والشباب اللي بيركب عبارات الموت والشباب اللي بيروح ويجي. طيب المشاريع اللي انتوا بتعملوها للشباب ايه هي؟ طالما انتوا عاملين مشاريع وبتدوا قروض 25,000 و2 مليون جنيه وحليتي مشكله البطاله، ايه بقى المشاريع اللي انتوا عاملينها في محافظه البحيره عشان اسقف لكم؟ مش احنا النهارده بنحتفل بالعشر سنين اياهم وبنقول عندنا انجازات محدش عملها، ايه المشاريع اللي اتعملت في البحيره؟ خد بقى كده اول هذه المشاريع، محافظ البحيره يدعم الشباب بقرض 20 بطه لمواجهه البطاله. ده سياده المحافظ اللي هو النهارده وزير التنميه المحليه، المشروع اللي كان عامله يعني السنه اللي فاتت قبل ما يفارقنا ويمسك الوزاره او قبل ما يترقى يعني يبقى وزير، قال لك هوزع على شباب البحيره كل واحد 20 بط، وخلي بالك مش اي بط، مش بط بلدي ولا بط، ده بط مسكوفي، هي البطايه الحلوه دي لما تتحط في الفرن كده مع صينيه بطاطس وشويه يعني اي حاجه تطلع زي الفل. يعني دي المشاريع اللي خفضت البطاله، وقال لك نواجه البطاله اهو، محافظ البحيره عن توزيع الخبر اللي بعده 20 بطه كقرض، قال لك خطوه لمواجهه البطاله. لا تكون هي دي البطاله اللي بتكلمنا عنها الست نائب المحافظ، لا يكون النهارده كل واحد خد ال 20 بطه دولت كده انتوا حسبتوه بقى موظف وسقطوه، اهو ده الحل بقى يعني عشان بس ايه اصدقك، يبقى النهارده كل واحد خد البطه ومشي، رحتي حضرتك جبت الورقه والقلم وقلتي ده ينزل من البطاله، اللي بعده خدت بطه ينزل من البطاله، ويا ريتهم بيدوهم للشباب كده اعانه ولا بدل غدا ولا خدهم بدل عشاء، قال لك ده قرض والقرض ده قيمته 1500 جنيه،
ال 20 بطه دول ب 1500 جنيه. انا مش عارف بصراحه يعني 20 بطه ب 1500 جنيه ليه؟ وده مش بط كبير يعني، مش بط على الذبح، ده لسه البط صغير اللي هو لسه يعني ايه صيص زي ما بيقولوا، لسه عايز يتعلف وعايز ياكل. ده مشروع او مشاريع الحكومه في محافظه البحيره للقضاء على البطاله. وهم بيقضوا على البطاله مع الاسف قضوا على الشباب. فبقى عندنا نتيجه، او قبل ما اقول لك النتيجه انا عايز اقول كلمه ثانيه يا ضياء لو تسمح لي. الحاجات الغريبه اللي بتعملها المحافظه اللي هو ايه؟ حلول الغبي منه فيه يعني. ما بشتمش حد، لكن حل كده تلاقيه غبي منه فيه، اللي هو تعالى تعالى يا محمد خد قرض واعمل مشروع. هتعمل مشروع ايه؟ هفتح دكان. طيب خد يا محمد القرض. محمد خد القرض وراح فتح دكان. رخصي لي يا حكومه. لا والله ده انت محتاج تجيب لنا وتجيب لنا وتجيب لنا امضاءات واختام وتصبر علينا اسبوع. تقوم الحكومه تدي محمد الفلوس من هنا عشان يفتح المشروع، وتيجي بعد يومين تقفل له المشروع بحجه انه شغال بدون تراخيص. اهو غلق 9 محلات غير مرخصه ورفع 114 حاله اشغال. ده الشباب اللي بيفرشوا في الشارع، وتحرير 70 محضر في البحيره، وكلهم شباب معظمهم اخذ قروض عشان يفتح المشاريع اللي قدامكم دي. كان في مشروع كده عمله السيسي بتاع عربيه الاكل، فاكرين المشروع بتاع عربيه الاكل؟ او المشروع ده اللي عمله في البحيره راحت البلديه والاشغالات شالوه وعملوا له قضيه. خبر تاني اهو، اغلاق 12 محل تجاري ورفع 377 حاله اشغال مخالف في الطريق. خبر تاني كمان، غلق وتشميع 8 محلات ورفع 128 حاله اشغال، ده خلال حمله في البحيره. هي دي المشروعات. هم دول الشباب، الشباب اللي بيروح يفتح دكان يعمل مصلحه بتأخر عليه التراخيص او بتعمل له البحر طحينه ومن القبه من الحبه قبه، فبيشتغل بياكل عيش بيسترزق بيعمل فرش بيعمل باترينه بيعمل عربيه اكل في الشارع بتعدي تشيلها عشان انت عايز ال 20 اللي هي مكلفتها او طبقها ل 20. النهارده ال 20 الجديده ما عادش بتطبق. نتيجه ثانيه، هم بيقضوا على البطاله قضوا على الشباب. فالشباب بقى عندنا النهارده بيركب مراكب الموت. احنا عندنا محافظات مشهوره بالهجره الغير شرعيه، الفيوم ومحافظه البحيره بيجي ترتيبها الثاني او الثالث. حزن على قريه واحده، قريه كوم زمران. القريه دي تبع مركز الدلنجات، واللي مات فيها قبل كام شهر 17 شاب في مركب لمراكب الهجره الغير شرعيه. عفوا. اقول تاني للست نائب المحافظ الانجازات اللي عملتوها في البحيره نتيجتها ايه؟ نتيجتها ان البحيره ايضا بقت واحده من المحافظات المتقدمه في عدد حالات الانتحار. خبر اهو، شاب ينهي حياته شنقا في ظروف غامضه في البحيره. الكلام ده كان في مارس اللي فات قبل 3 شهور، وقال لك لان الشاب قاعد من غير عمل بقاله 4 سنين النهارده. خبر تاني، انتحار شاب في ظروف غامضه، ده كان في مركز الرحمنية، ونفس الموضوع. الشاب عنده 23 سنة مقيم بأحد القرى التابعة لمركز الرحمنية. الشاب ده خاطب وعليه ديون ومش عارف يتجوز ومش عارف يجيب شقة، فراح شنق نفسه. ودي إنجازات الحكومة، سيد وزير التنمية المحلية والست السكرتيرة بتاعته في محافظة البحيرة على مدار 10 سنين.